حيث نظم مركز CDC لمعهد رواندوزا التقني في زاخو ورشة عمل للطلبة حول أهمية اللغة والتكنولوجيا والقانون. ننتقل إلى هناك لتنضم إلينا مراسلتنا نجلاء سندي لتطلعنا أكثر حول هذا الموضوع. نجلاء أهلا بك، لك الكلمة، تفضلي. نعم نجلاء، نعم زملائي، تحية طيبة مني لكم جميعا. أتواجد حاليا داخل معهد رواندوز فرع زاخو الذي نظم من خلال مركز CDC لمعهد رواندوز ورشة عمل لمجموعة من الطلبة حول أهمية اللغة والتكنولوجيا والقانون ولمدة 3 أيام. وللحديث أكثر ينضم معي أستاذ يوسف قربيت، أستاذ جامعي في المعهد، ليحدثنا أكثر عن تلك التفاصيل. بالبداية نرحب بكم في معهد رواندوز التقني. طبعا هذا الورشة هو لمدة 3 أيام، راح يكون ورشة عن اللغة والتكنولوجيا والقانون. طبعا مثل ما نعرف أنه اللغة، خاصة اللغة الإنجليزية في هذا العصر الحالي مهم جدا، والطلاب والكثيرين يستفادون من عدها وطرق تعليمها. طبعا حدثنا عن طرق تعليم، الطرق الحديثة لتعليم اللغة بصورة أسرع من قبل. واليوم الثاني راح يكون عن قانون خلينا نقول من واحد يقع في مشكلة التكنولوجيا، شلون يعني بشكل شلون يدافع عنها بشكل عن طريق القانون. يعني عرفنا انه هو شغلات، هو مرات الناس كثيرين يقعون في هذا المشاكل خاصة، خلينا نقول الجانب الآخر يطلب من الكثير من الفلوس حتى بس ما ينشر صوره، وهو ما يعرف أنه هو يقدر يدافع عن نفسه بشكل قانوني. وثالث يوم راح يكون هناك عندنا يوم خاص للتكنولوجيا، خلينا نقول السايبر سيكوريتي، الإجرام الأمني، شلون واحد يقدر يدافع عن نفسه عن طريق التكنولوجيا، يعني ما يكون ضحية بشكل سريع، بل لا خلينا نقول يكون عنده ثقافة تكنولوجيا، ثقافة حتى يدافع عن نفسه وما يكون عنده هاي المشاكل. شكرا جزيلا. طبعا هذه الورشة التي ستستمر لمدة 3 أيام ستتناول فيها حول أهمية اللغة، وكذلك حول يعني أشار فيها دور الطلبة حول ضرورة معرفة البرمجيات المهمة لتأهيل الطالب وتمكينه للانخراط في سوق العمل في المستقبل. نعم زملائي. نعم نجلاء سندي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من زاخو.